طيب، كنا بنتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة عن اجتماع الرئيس بالحكومة، واللي وجه بتوطين صناعة مكونات طبعا محطات تحلية المياه وإدارة الدولة للموارد المائية. من ضمن المحطات المهمة زي ما كنا بنتكلم اللي شغال عليها الدولة هي محطات معالجة المياه، سواء بقى مياه الصرف الصحي أو مياه الصرف الزراعي أو محطات تحلية مياه البحر، وده عشان يكون عندنا أفضل استغلال للموارد ونحافظ كمان على كل قطرة مياه ونستفيد بيها بشكل كبير. تعمل الدولة على الاستفادة من كل قطرة مياه من خلال معالجة المياه المهدرة في الصرف الصحي أو الزراعة أو المياه المالحة، والتوسع في إنشاء محطات المعالجة. واتساقاً مع ذلك، بدأت الحكومة في إنشاء محطات معالجة الصرف الزراعي في مشروع الدلتا العملاق الجديد، وذلك بتكلفة 60 مليار جنيه، وتستهدف ري أكثر من مليون فدان، حيث تعمل الحكومة على الاستفادة من مصرف بحر البقر بهدف سد العجز المائي وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، إذ تعاني مصر من فجوة بين الموارد المائية والاستخدامات الحالية تقدر بنحو 20 مليار متر مكعب سنوياً، خاصة في الزراعة التي تستهلك 82% من حصة مصر من المياه. وتحاول الدولة سد الاحتياجات والبحث عن منافذ جديدة من خلال مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية الضحلة وتحلية مياه البحر، ولتحقيق ذلك تعمل الدولة على تطوير أنظمة الري للمساهمة في ترشيد استهلاك المياه وإنشاء العديد من محطات المعالجة والتحلية. ولعل آخر مشاريع محطات المياه التي تم الإعلان عنها هي إنشاء 151 محطة ثنائية وثلاثية لمعالجة الصرف الصحي بطاقة إجمالية 5,051,000 متر مربع لليوم بتكلفة 31.59 مليار جنيه من أجل توفير المياه.